جاتنا فاكس من الرابطة علمتنا اللي قفصة انسحبت وبمناسبة هذه نادي الدوبلي هذا جماهير السي اس اس وكم من يوم الثمان عباد جات لهنا ما حبيناش نخليهم يروحوا من غير ما يتفرجوا في حد شيء عملنا قسمة عطر زيكي فور 40 مينوت ومن بعد شوية بسلامة ربي بعد ما يوفى الماتش نتسلموا لدو تيتر شال واحنا أكثر كاتيجوري تعرضنا المصعب لسوء كاتيجوري اللي ترينا نص نهار مام حتى فطورات ساعات ما يجيبوناش على 90% انت ترينا في دي كونديسيون صعبه شويه مي بالقليب والعزيمه نتاع الاولاد والطاب الفني وخدمنا اون طون كين سول فامي كاو الحمد لله جات لي ريزولتا تحدينا الصعوبات الكل وهذا اون توكا واجبنا تجاه جمعيتنا يعني معناها الصعوبات واحد دونك هذا اقل حاجه نهديوها للسي اس اس في العيد ميلاد تاع 87 يقصي بالعلامه الكامله الثنائيه هذا الموسم شنو راه؟ الحمد لله موسم ممتاز على الأصعدة الكل الحمد لله عنا وقايد في النادي الرياضي الشقسي ما فرحناش الفرحة هذه اليوم الثنائي مجموعة هذه دخلت للتاريخ من باب الكبير آخر بطولة هزيناها في النادي الرياضي الشقسي كانت عام 97 هزيتها وأنا لاعب في الوسط اليوم نتوج وأنا كمدرب هذا شرف كبير برشا ليلي وإن شاء الله القادم تاع النادي الرياضي الشقسي يكون أحسن وإن شاء الله المجموعة هذه مع المجموعة الموجودة في النخبة والولادة اللي في الأكابر إن شاء الله يكونوا في العامين ثلاث سنين قدام هم الأعمدة إن شاء الله تاع الفريق الأول في النادي الرياضي الشقسي. وشنو الصعوبات اللي موجودة على 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 طول الموسم هذا وشنو البارتي اللي مازالت في مخك يعني ما تنسيهاش؟
والله فما عدة مباريات، معناتها عملنا عدة مباريات كبار، من المباراة اللي ما نساهاش مباراة نتاع الأسبوع الفارط اللي هي نتاع النهائي كونتر أولمبي الباجي. الملاعبية قاموا بمباراة كبيرة في زويتن، عندنا ملاعبية ما لعبوش في الجازون بالكل، أول مرة يلعبوا في الجازون، قاموا مباراة بطولية. بالمناسبة هذه نحب نشكر كل اللاعبين، كل الإطار الفني اللي خدموا معايا، والإطار الإداري، الإطار الطبي، الأخيان الكل في الهيئة الموسعة للشبان، الإدارة الفنية على رأس سي فتحي الدرقاع، سي سامي العشيش على رأس الهيئة الموسعة للشبان، الناس اللي خدمت من قريب ومن بعيد، هذه ثمرة التعامل الجماعي، وإن شاء الله كما قلت لك مستقبل نادي الراس الفيقسي في الصغار نتاعو إن شاء الله. معنا بيتر للسي سي اس، قبل كل شيء هزينا الثنائي للسي سي اس، شنو شعورك؟ الحمد لله معنا قبل كل شيء على الدوبليه هذه، ومن أول عام كنا يد واحدة وجروب واحدة، حاطين سقينا في القاعة جماعية كاملة، جروب كامل، كو الحمد لله عملنا برديت باهين، كو ربي معنا وان شاء الله نطلع كلنا سينيور برا. وانت بيتر سي سي شنو البونتو اللي ما تنساهش السيزون هذا؟ بونتو ماتش ليتوال في صفاقس على نادي صفاقس، يحضر الثنائيه اليوم. والله واحد فرحان ما خاطر عندنا برشا ما زينش دوبلي، الواحد يحلم باش يز دوبلي في سي 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 كيب كبيره. شنو طموحك مع سي سي؟ اي طموح اي جور نطلع الفريق الكبير. نادي صفاقس بالثنائيه يفوز اليوم. صحيح اليوم فزنا بالثنائيه بعد خدمه كبيره خدمناها من اول العام، جينا من اول العام عازمين باش نوصلوا نهزوا تيتر، الحمد لله وصلنا زينا دوبلي اليوم، هذه مش من لا شيء، الدوبلي هذه من بعد خدمه كبيره مع ستاف تكنيك. نحب نشكر العباد اللي خدمت معنا، كسي سي ام سي زياد سي انيس، العباد الكل اللي خدمت معنا، ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله نشوفونا عم قريب في الصنف الكبير. النت سفيقس يتوج بالثنائي. والله صحيح بعد خدمه هذه نسحقوا باش نهزوا دو تيتر، الحمد لله يا ربي من بعد خدمة عام كامل، كنا أول العام مانيش سامحين فيهم زوز تيتر، أما جاوا بطبيعتهم بالخدمة وبالعمل وبالجروب هذايا ما ربحناش دو تيتر، كاو ربحنا جروب كامل، فرج الولاد الكل تحب بعضها، وهكا ليسونسيال معناتها نتاع جمعيتنا ونتاع الجروب نتاعنا. كابيتان نادي هذا الصفاقس جونيور، شنو إحساسك كي هزينا دوبلي؟ إحساسي هاي السؤال هذا. والله احساسي ايش باش نقول لك ما يتوصفش، دوبلي هذا فهمتني. والحمد لله يا اخويا خدمنا وتعبنا وعام كامل، واحنا نتعبوا وعرقنا وعياط لونترونور وكل شيء عملتوه برشا معنا. برشا برشا لازمنا نتوجوا بدوبلي اقل حاجه. ايه شو تحب تقول كلمه؟ خويا نحب نقول له سي زياد خويا اليوم فريمات قداش؟ قداش هكا فريمات؟ قداش تحب؟ برشا صفار انا اختنا من الفريمات. ايه مليار تعب معنا والله تعب معنا. لا اختنا فدلك تعب، والعباد الكل اللي ترى فيها من كل هنا تعبت، الحمد لله ما تعبها ما مشاش خساره هكا، ما فماش خير من هكا هديه كادو. ها؟